لا يتجاوز المآذن في صنعاء إلا ألسنة الدخان. هذه الصورة الأوضح اليوم في العاصمة، وإن حاولت تظهر بحلة خضراء جاذبة فلا يرى الناس سوى اللون الأسود وقد اصطبغت حياتهم فيه دون إرادتهم. وأغارت الطائرات على مواقع عسكرية ومخازن أسلحة أقحمها نظام المخلوع في مفاصل العاصمة في كل شارع وحي وتلة. مع كل هذه الغارات يتولد إحساس داخلي يرتبط بهذه اللحظات الحرجة من الزمن، وصنعاء تتعرض لأسوأ حرب داخلية وخارجية أيضا، بل هي نموذج واحد لبقية المدن التي اجتاحتها الميليشيا أو تحصنت فيها وعرضتها لنزلات القدر في لحظات لا يبدو فيها العالم لينشغل بحرب ثانوية أرادها الإخوة الغرماء حربهم، وعلى الشعب أن يدفع ثمنها. فمن ضغطوا على زر الحرب من الداخل غير قادرين اليوم على إيقافها أو إطفاء الحرائق التي تشتعل في مختلف أطرافها وفي قلبها أيضا، وهو ما تضاعفه هذه الحرب من الخوف والرعب. واحتمالات الموت المرتفعة هنا أكثر من أي وقت مضى، خصوصا وأن الغارات الخاطئة تترك كل يوم بصمتها السوداء، عوضا عن خصوصية نظرة تحالف الانقلاب الاستئثارية الطائشة بالرهان على واحدة من أهم معاقلهم والتحصن فيه. فصنعاء اليوم ليست أقرب إلى أن تختار مصيرها بعيدا عنهم جميعا بعد أن عمل الجميع على تدميرها، لكن أبناءها قبل الغرباء. وما هذه الليالي العصيبة التي يعيشها السكان إلا حلقة في مسلسل طويل سيطر عليها وعلى واقع الحال منذ سنة ويزيد من القصف لمواقع عسكرية. الحفا ونقم وجبل عطان وضلاع همدان ومؤخرا الكلية الحربية ومجمع التموين العسكري، حيث هزت سلسلة انفجارات عنيفة المدينة بعد غارات كانت هي الأعنف خلال الأشهر القليلة الماضية. يبدو مأزق صالح والحوثي في المكابرة بحق العاصمة المبتلاة بالصراع كمقياس جودة حربهم، وهو في الأساس مقدار بقائهم في الواجهة أطول مدة ممكنة.